باسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. من رسالة معلمنا بولس إلى أهل كورنثوس إلى الإصحاح الثالث، بركاته علينا آمين. وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح. سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون بل الآن أيضا لا تستطيعون لأنكم بعد جسديون، فإنه إذ فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ لأنه متى قال واحد أنا لبولس وآخر أنا لأبولس أفلستم جسديين؟ فمن هو بولس ومن هو أبولس؟ بل خادمان آمنتم بواسطتهما، وكما أعطى الرب لكل واحد أنا غرست وأبولس سقى، لكن الله كان ينمي. إذن ليس الغارس شيئا ولا الساقي بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. والمجد لله دائما أبديا آمين. المرة اللي فاتت يا حبايبي اتكلمنا عن الآباء الرسل بمناسبة عيد الرسل، وقلنا الآباء الرسل شهود وشهداء القيامة، كل عملهم اللي المسيح أعده لهم عشان يشهدهم ويعلنهم اسم المسيح الناهض من القبر أو القائم من الأموات لغفران الخطايا. هنا الآباء الرسل كانوا أميين لا يملكون شيء ولا يعرفون شيء، وما هذا اللي هم عملوه لا يمكن ان الكنيسة هتنساه، لان احنا بفضل كرازتهم اصبحنا الان في الايمان. قلت لكم المرة اللي فاتت تخيلوا لو معلمنا لوقا ما كتبش الانجيل بتاعه انجيل لوقا وما كتبش أعمال الرسل، كنا النهاردة هنعمل إيه؟ هنبقى شكلنا إيه؟ وأنا لو كل تلميذ أو رسول من الرسل ما كتبش الرسالة بتاعته كنا هيبقى إيماننا شكله إيه؟ قلنا الآباء الرسل ضحوا بأنفسهم من أجلنا، مش من أجل حد تاني بل من أجل كل واحد إلى مدى الأجيال إلى أن يأتي المسيح. ضحوا لأجله، المسيح ضحى لأجلهم وهم ضحوا لأجله. الآباء الرسل عاشوا مع بعض محبة كاملة، كل اللي قدامهم حاجة واحدة، إزاي يعلنوا اسم المسيح وصلبه وقيامته وعمله وعمله اللي هيستمر. وإن كانوا اتكلموا عن المسيح اللي حل في الجسد حتى بعد ما صعد، المسيح نفسه اللي بقى معاهم بالروح غير منصور كان يقود الكنيسة كلها.
وخدنا مثل من الآباء الرسل لبرنابا اللي كان الممتلئ من الروح القدس وعمله رغم انه كان من 70 رسول مش من التلاميذ 12، لكن كل الآباء الرسل ركزوا على حاجة عجيبة قوي. الآباء لخصوها في جملتين: مهما أوتي العقل من معرفة وحكمة لكنه يعجز عن أن يعرف أمور الله. مهما كان العقل وقدرته على التفكير لكن ما يقدرش يعرف أمور الله. وقلنا عشان كده ليس من أحد من حقه أن يقول كيف أو لماذا أو متى، ما يقدرش، لأن عقله بالنسبة لله اللي بيدبر والله اللي بيرتب لينا وبيرتب لكل واحد ما يطلعش حاجة. كل حكماء العالم وكل فلسفة العالم لا يستطيعوا أن يصلوا إلى عمق الله، مع أن إنسان بسيط لكن محب لله الروح بيكشف له كل حاجة وبيعرفه كل حاجة. وقلنا لو أنت عرفت الحكاية ديت عمره ما هيجي لك حرب الشك ولا يقدر الشيطان يشككك في إيمانك بالمسيح. أعمال قلنا معجزات الآباء الرسل كلها والمعجزات اللي عملها المسيح ما هي إلا بالنسبة لله، إحنا بالنسبة لنا معجزة مش قادرين نفهمها بعقلنا، لكن بالنسبة لله هي أمر وسلطان لصاحب الأمر. الله بيأمر إن ده يشفى بيشفى، الله ده بيأمر بإن الكون ده يتحرك بتتحرك كل الكواكب وكل الأرض والسماء مع بعض. مهما فعل الإنسان ما يقدرش يصل أو يفهم عقل الله وحكمة الله. دول الآباء الرسل. وإن الآباء الرسل دولت اللي هو المسيح دعاهم ودعهم في نظر الناس جاهلة ولا يعرفوا شيء، لأن لو خد المسيح الرسل دول من الناس الحكماء يقول لك ما دول بحكمتهم كتبوا وبحكمتهم عملوا وبمقدرتهم صنعوا. وده ورانا أسلوب الله في عمله في الكنيسة لحد النهاردة. ما بيقيمش الإنسان بشهادته ولا بخبرته ولا هو واخد ايه. ممكن انسان يبقى في العالم مشهور وشهادته بتنطح في الدنيا، ده بالنسبة للعالم، لكن ما يقدرش ياخد قطرة واحدة او يحس بإحساس واحد من اللي بيحس بيه أولاد الله اللي ما خدوش الدرجات العلمية بتاعته دي كلها. خد بالك انك انت ما انتش بعيد عن عين الله وانا مش بعيد عن عين الله، كلنا تحت عيد الله وتحت سلطان الله، والله يعمل معانا في الوقت اللي بلاقيه مناسب لينا، والله يعمل معانا مش بكتر الكلام اللي احنا بنقوله ولا فصاحة الكلام اللي احنا بننطق بيه. شفنا بطرس وهو بيتكلم وبيقف يواجه رؤساء الكهنة اللي في وقت من الأوقات هو خاف وجري لما كان زي بتوع العالم، لكن بعد ما آمن وامتلأ من روح الله
وسمعوا نصيحة المسيح وعملوا بها اختلفت الأمور كلها. إلى هذا اليوم يبص للإنسان المؤمن ويتعجب بتوع العالم، يقول لك إزاي ده داخل في تجارب قد كده وتكلمه تلاقيه هادي وتلاقيه في سلام. قالوا هو مش دريان بالدنيا؟ لا هو دريان، لكن انت اللي ما انتش دريان، لان سلام المسيح بيعطي الانسان سلام، هدوء، طمأنينة، بيديله رجاء، ما بيقاس من حد. المهم المسيح بعد ما قام من الأموات وقعد 40 يوم، عشان نرجع بقى للموضوع بتاعنا الأولاني، ده كان الأسبوع اللي فات، حبيت بس ألخصها وأفكركم بيها. المسيح بعد ما قام وقعد 40 يوم، وقلنا كان يظهر المسيح ويعلن قيامته مش لكل إنسان، لكن الكتاب يقول لكل الذين اختارهم الله. في الصلب كل الناس شافته، وفي البشارة كل عين رأته، لكن في القيامة مش كل إنسان شافه. إزاي؟ أقول لك لما المسيح قام، قام بمجد عظيم، ما تقدرش تشوف النور المجد بتاعه عن النور بتاعه. ولما بنرسم صورة المسيح نحط هالة حواليه من النور، يعني ده المجد بتاعه. ما يقدرش الإنسان يحتمل أن يرى مجد المسيح والمسيح في مجده، ما فيش حد على الأرض ولا الملائكة. لكن لازم المسيح يدي الإنسان قوة معينة عشان يقدر يشوف المسيح في قيامته. فاختار القلوب. يا فكرتني بالحكاية دي، بالآية دي، اتنين على الراحة. ده المسيح اللي قاله يؤخذ الواحد ويترك الآخر. يؤخذ فين؟ يوديه فين؟ طب والتاني ما راحش ليه؟ سابه. اختار اللي يستحقهم انهم ينظروه. بص لقلوبهم وبدأ يختار. يختار ازاي؟ يظهر نفسه هو للأشخاص ديت. وكل واحد كان بيظهر له كان بيديله علامة. قلنا لما جت مريم تقف تبكي وتدور عليه وعمالة تدور عليه وفكرها ان هو الرجل البستاني، اول ما سمع صوته يا مريم ده العلامة بتاعته، اول ما نادى اسمها شافته وعرفته وشافت صورته ومجده. وبعدين ما فيش واحد ابدا شافه غير كده وبس. حتى هو كان في الجسد كانت معجزاته مش مع كل واحد. لما حب يكشف نفسه لبطرس قال له ارمي الشبكة في البحر. قالوا احنا تعبنا طول الليل ومش قادرين بقى وما احناش فايقين نرمي شبكة تاني في البحر، احنا غسلنا الشبكة وخلاص. شوف طريقة الكلام بتاعة بطرس، ما كانش لسه كشف له نفسه. قال له سرنا طول الليل وخدنا البحيرة من كل ناحية فما فيش خلاص، ودلوقتي بنغسل الشباك عايزين نروح. فقال له طب ارمي الشبكة في اللحية اليمين. بطرس ما كانش يعرفه كويس، ما كانش تلمس وياه. أول ما رمى الشبكة ولقى الشبكة اتملت وبتتخرق من كتر السمك، حاجة عجب، ساب الشبكة وساب السمك وساب كل حاجة وصرخ قال له اخرج يا رب من سفينتي
لأني أنا رجل خاطئ. إيه ده؟ ده في لحظة؟ أيوه. خد بالك كل ده بينطبق علينا. هقوله لك إزاي. كشف نفسه. لما واقف قدام قبر العذر قعدت تلاجج معاه مرسى ومريم. ولو كنت هنا كان ما كانش مات، ولو كنت هنا كان وكان 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 وكان، لكن خلاص مات وانتهى الأمر. قال لها لو كنت، لو كنت تعرفي من اللي من اللي واقف قدامك، ومن اللي قالك الأفكار اللي بتقولها دي وشككك، هتعرفي كل دي. بس خلي عندك إيمان. لما واقف قدام القبر ونادى العذر، احنا خدنا الحاجات دي قبل كده بجمعها بقى، ونادى العذر شافوا منظر عجيب. اللي بيموت ده بينفصل جسده عن روحه، والروح وقتها كانت بتروح في الجحيم الأشرار مع الأبرار على انتظار المسيح، والجسد بياكل ودود وبيتحل. ازاي؟ ازاي مجرد ماذا اسمه التحمت روحه او جت روحه من الجحيم، وجسد اللي اتنتن وتحلل ده اتجمع وقف، وفي لحظة، مش لحظة، ده في طرفة عين طلع العذر، كشف نفس المسيح الموجودين. آمن به كثيرون. وتاني يوم عملت له، أو بعدها بأسبوع عملت له الحفلة بتاعته، وسكبت الطيب على راسه، وشفنا الأشياء الموجودة دي كلها. إيه ده؟ ما تقدرش عينك تشوف المسيح. إذا كنت ما تقدرش تعرفه وهو في الجسد، أمال إزاي هتشوفه هو هو بالمجد بتاعه؟ بيرفع الإنسان في ساعتها، بيديله قوة عشان يقدر يشوف المسيح بالحجم ده وبالشكل ده. لكن ما يقدرش يشوف المسيح كامل، لأنه لو بص فيه هيحصل زي ما حصل لمين؟ لشاول. شاول لما بحلق لقى نفسه عميت، مش قادر يشوف، ما يقدرش المجد بتاعه، ما تقدرش تشوف العين. واذا كنت انت ما بتقدرش، اذا كنا احنا البشر ما بنقدرش نشوف الملاك في المجد بتاعه. الملاك ده جسم نوراني، ما نقدرش نشوفه، ما نقدرش نتحمله، وما نقدرش ننكره ونقول مش موجود. مش بتسمعوا الكاهن بعد ما بيصلي القداس يقول له ايه؟ يقول له يا ملاك هذه الذبيحة، لا في كلمة انتوا نسيتوها، يا ملاك هذه الذبيحة الصاعد. يعني معنى كده ان في ملاك كان موجود طول الصلاة واقف حارس الذبيحة، وظيفته الأصلية هي ديت، ده ملاك الذبيحة. أول ما خلصت الذبيحة والمؤمنين تناولهم، الكاهن بيصرفه. يعني ده معنى كده إحنا مش شايفينه بعنينا، لكن بالإيمان. وإلا ما لو ما كناش مؤمنين بالحكاية ديت، ما كانش وقف الكاهن وقال له يا ملك هذه الذبيحة الصاعد لو اذكرنا أمام الرب. هو أنا أقول له بيكلم نفسك، ممكن غير المؤمن أنت بتكلم روحك. فين الملاك اللي صعد؟ لما بنصلي في الأوشية بتاعة القرابين بنقوله، بنصلي نقوله على مذبحك السمائي. طب احنا شايفين مذبح عادي؟ نعم، احنا شايفين مذبح عادي، وشايفين شمامسة عاديين واقفين، وشايفين صلاة. طب والكاهن؟
الكائن شاف حاجة غير كده، شاف المذبح ده سمائي. سمائي يعني مش في الأرض، يعني محاط بالقديسين والملائكة. والصلاة ساعتها بيقدمها ذبيحة بخور صعدة قدام الرب للي أعطى، فما بالك للي أعطوا أنفسهم والتلاميذ. المهم قعد 40 يوم وياه، كان هو بيظهر نفسه ليهم في كل مرة، ما بقاش منظر مألوف لا، لكن كان لازم يرفع مستواهم عشان يقدروا يشوفوه. وقلنا احنا لما ارواحنا تطلع هنقدر نشوف الملاك اللي مقابلنا ولا مش هنقدر، هنقدر نشوف المسيح ولا مش هنقدر، وهنشوفه ازاي. لازم يظهر نفسه للانسان، وظهوره للانسان حسب قلب الانسان وحسب تعب الإنسان وحسب خدمة الإنسان وحسب صدق الإنسان وحسب قداسة الإنسان. طب والشرير هيشوفه إزاي؟ هيبقى موجود لكن الشرير مش شايفه. وقلنا زي ما مجرد تجلت العذراء كان بعض الأفراد بيشوفوها وبعض الأفراد ما بيشوفوهاش. لما تقدر تنزل بالمستوى بتاعها النور ده وترفع من مستوى الشخص عشان يقدر يشوفه. لكن في مئات واقفين كلهم كانوا جايين بيتفرجوا، هم عايزين بس يشوفوا عشان يطلعوا يقول احنا شفنا العذراء. وفيهم ناس كتيرة تلاقيهم ما كانوش عمرهم جم الكنيسة، ما شافوش ورجعوا. المعجزات اللي عملتها مش مع كل الموجودين لا، هتلاقي ده خرجت منه الشياطين والتاني ما خرجتش زي ما هو، ده فتح وشاف والتاني زي ما هو أعمى بيحسس في الحيطان. ده موضوع الحياة اللي بيشغل الإنسان كلنا بعد ما يسيب الأرض ديت. لأن مهما يطول عمرك في الأرض أنت راحل راحل. المسيح علمهم في الأربعين يوم واداهم كل التقاليد وسلمهم كل أشياء الحاجات اللي ما كانوش فاهمينها، وكان بيقول لهم في ساعتها وهو موجود معهم بالجسد مش قادر أكلمكم لأنكم الوقت ما تقدروا تفهموا اللي أنا بقوله. مش قال له كده ولكنك ستفهم فيما بعد. صلب. طيب كويس. ومات. طيب. وفي ناس بكت وفي ناس فرحت وفي ناس قالت احنا اتخلصنا منه. طب لو كان المسيح ما امشي كانوا التلاميذ كل واحد خلاص انتهى، فين بقى كلامه؟ طيب قام وقال لهم استنوا وانا هبعت لكم الروح القدس، والروح القدس هيعلمكم وهيرشدكم وهيقودكم. طب ولو ما كانش يحل الروح القدس عليهم كانوا التلاميذ امنوا وكانت الناس امنت؟ لكن لما حل الروح القدس كله وثق ان كلامه صادق ومواعيده صادقه. ولما كان بيقول حق الحق أقول لكم كل آية قالها في الإنجيل هي حق. عشان كده أنا بقف قدام كل آية وباخد حقيقي، بيكلمني بيقول لنا ما بشكش فيها، ما بقولش يا عم بعدين. طب وبعدين لما حل الروح القدس سابهم استمر معهم. شوف بقى هنقرأ الإصحاح الأولاني من أعمال الرسل عشان نبدأ في أعمال الرسل اللي قلنا عليه هنخلصه في مرتين ويظهر عليه مش هيخلص. قلنا قال
اللي معاه الكتاب زي ما قلنا معاه اللي يجيب الإنجيل بتاعه أو يكون مسجله. الكلام الأول أنشأت يا ثوفيلوس، وقلنا ثوفيلوس ده كان رجل عزيز، واحد من الناس الكبار وقتها، ويقصد بالكلام الأول الإنجيل بتاعه بتاع لوقا، الكلام الأول اللي هو بشارة معلمنا لوقا، والكلام الثاني بقى اللي بيتكلم فيه ده اللي هو أعمال، وقلنا مش اسمه أعمال الرسل، ده عمل الروح القدس، لأن ده الكنيسة بتسميه سفر الروح القدس. ومش كل أعمال الرسل، قلنا ده خد ركز لوقا لما كتب على اثنين، على بطرس وبولس، لكن ما قالناش برنابا، هو الكلام عليه بسيط، لكن ما قالناش وبعدين، وبعدين اخرته ازاي، والمتى اللي ماتها ازاي، والاحتمال الاحتمال كان قد ايه، والاضطهاد كان قد ايه. قال له الكلام الاول انشات يا ثوفيلوس عن جميع ما ابتدا يسوع يفعله ويعلم به. اتكلم عن المسيح، الكلام الأول كان بيتكلم عن المسيح في الجسد، منظور شايفينه بعينيهم وكل الناس شايفاه، وبيصرخ في كل الناس عشان يصدقوا كلامه ويثبت كلامه بالمعجزات، ومع كده ما أمنوش، تشككوا فيه، لدرجة اليهود حتى تناقضوا مع نفسهم، مرة يقولوا ورينا آية، مرة يقولوا عملنا معجزة اللي عملها موسى، ومرة تانية يقولوا يوحنا المعمدان ما كانش بيعمل المعجزات. يوحنا المعمدان ما عملش في حياته معجزة واحدة وأمنا بيه تخليك تتجنن. يعني لو عمل ما بتصدقش، ولو ما عملش ما بتصدقش، ولو عمل تقول يوحنا المعمدان ما عملش معجزات خالص، لكن نؤمن بكلامه. طب يوحنا المعمدان لو كنت بتؤمن بكلامه ما اتكلم عني، لا احنا ما، طب قول لنا آية، طب اعمل لنا آية. ده الانسان اللي بيتشكك. الى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما اوصى بالروح القدس الرسل الذين اختاروا. اليوم اللي ارتفع فيه او اليوم اللي صعد فيه اوصاهم بالروح القدس. أول ما قال لهم أنا هسيبكم ملأ الحزن قلوبه، كانوا فاكرين قلنا هيبقى ملك أرضي وقعدوا بقى حواليه وكل واحد ياخد كرسي، لكن ده قال لهم لا، في الأول كانوا شايفينه بعينيهم، لكن بعد كده مش هيشوفوه بعينيهم، هيشوفوه بالروح، في الروح القدس، لأن الروح القدس إنه هو روح المسيح نفسه. الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم، وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. بدأ يكلمهم عن السماء مش عن الأرض، ملكه بقى وانتشار ملكه، وملكه ده اللي هنبقى فيه واللي احنا فيه، اللي هننتقل منه من مرحلة الجسد بعد الروح ما تطلع من الجسد. ومع كده هم كانوا ماسكين كل اللي في دماغهم، لا عايزين يسمعوا ملكوت السماء وده ولا غيره، هم عاوزين يسمعوا حاجة واحدة، امتى هتيجي وتبقى ملك ونصبك على الأرض وتطلع وتهزم الرومان وغير الرومان ونبقى احنا اصحاب بقى عظمه يعني. ويقول هنا وهو يظهر لهم 40 يوم يتكلم عن الامور المختصه بملكوت الله، يعني ملكوت السماوات، ملكوت الله ملكوت السماوات. وفيما هو مجتمع معهم اوصاهم الا يبرحوا من اورشليم بل ينتظروا موعد الاب الذي سمعتموه مني.
لما تفتح انجيل معلمنا يوحنا من اصحاح 14 و15 و16 هتلاقي كله بيتكلم عن الروح القدس اللي هو عمله واللي هو هيبعته من السماء. منبثق من الاب، منبثق من الاب، ويرسل بمين؟ بالمسيح. الروح القدس ما بيرسلش، والمسيح ما بيصعدش، لان الله يملا السماء والارض، والله الله واحد. ان كان الله الاب او الابن او الروح القدس هما واحد، فما بيطلعش وبينزل، لكن هو بيتكلم هنا باسلوب نحن، بيتكلم على الجسد اللي المسيح اخده وشابه النبي. الجسد ما يقدرش يطلع ملكوت السماء، يقدر يطلع السماء، لان العداوه بينه وبين الله، الله حكم عليه كده بالعداوه وغضب من قسوه الانسان وعدم ايمانه وشكه في الله. لكن قلنا لما المسيح اتصلب، احنا لسه ما كملناش السلسله الاولانيه، الحجاب اللي كان فاصل بيننا وبين الله اتشق من فوق لتحت، ومش من تحت لفوق، ده من الله شق الحجاب وازال الحجب ده لما شاف ابنه قدم الذبيحه عننا، قدم نفسه ذبيحه خطيه من اجلنا ومن اجل خلصنا، وراهم نفسه. وشفنا لما جه توما وبرضه ما صدقش، قال له تعالى هات كده صوابعك وهات ايديك وكل مؤمنا. وقلنا توما ما قدرش يؤمن بالمسيح ويقول له ربي والهي الا لما المسيح امره، قال له وتكون لكي تكون مؤمنا، ده امر، يعني الله اداله درجه الايمان، ملا قلبه بالايمان عشان يقدر يصرخ له رب وإله، لأنهم قال لهم في الأول، قال لهم ما حدش يقدر يقول المسيح رب إلا بالروح القدس، وما حدش ممكن يؤمن بالآب إلا إذا آمن بالابن، والابن والآب فيا وأنا فيه. ومع كده ما كانوش بيفهموا، لكن بدأ يفهم التلاميذ خلال الأربعين يوم، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكتير. يتعمدوا بالروح القدس يعني إيه؟ يعني يمتلئوا من الروح القدس ويتسلموا من المسيح سلطة وعمل وتأسيس الكنيسة بتاعته على الأرض. هم يتعمدوا بالروح القدس، يحل عليهم الروح القدس، وبعد كده يحل على المؤمنين بواسطة التلاميذ. بقول كده ليه؟ لأن لما تشوف الناس الخمسينيين يقول لك هنتعمدنا بالروح القدس ويسقف، وتقول لك هنتعمد الروح القدس جه عليه ويسقف، ويخبط له كلمتين كده أي كلمتين يقول لهم تقول ياه أو الروح القدس حل عليه. لا، اللي يروح اللي يتعمد بالروح القدس اللي حل عليه القدس على هيئة ألسنة نارية هم التلاميذ فقط مش حد تاني. وبعدين بعد كده التلاميذ عملوا ايه؟ بدأوا مع المؤمنين يحطوا المعمودية، او زي المسيح معلمهم ازاي يقيموا المعمودية وازاي يعمدوا، بدأوا يعمدوا لأي انسان لما يؤمن بالآب والابن والروح القدس، وينزلوه وطلعوا ثلاث غطسات ويمسحوه بزيت الميرون، يبقى اتعمد بالروح القدس، خد الروح القدس في المعمودية. غير كده محدش يقدر تاني، ومحدش يقدر يكملها تاني ويقول ان احنا متعمدنا من الروح القدس من غير الكنيسة، ما يقدرش. الروح القدس لما حل على الاثنى عشر فقط،
ما حلش على كل الموجودين من اللي من ال 150 اللي كانوا موجودين تانيين، ما عملتهمش. لكن هو قصد ال 12 تلميذ اللي هم اساس الكنيسه بتاعتنا. عشان كده لما طلعت حاولوا يفسروا دلوقتي في الغرب بقى، يقول لك لا ده الروح القدس لما حل على كل الموجودين وحل عليهم زي السنه نار، فما فيش فرق بين اي حد وبين الرسل. وبالتالي وقال لك كانوا موجود فيهم ستات، كان فيهم مريم القديسه مريم والمجدليه وغيرهم، فحل الروح القدس عليهم كلهم. فبداوا يقولوا لا نرسل بقى نرسم ونحط مع الكهنه كهنات وزيهم زي دول. وفسر بالتفسير بتاعه الغبي. كل تفسير يختلف عن الطقس اللي احنا بنمارسه اللي المسيح قال وعلمه لهم ما بنؤمنش بيه. هي كانت العذراء مستنيه ما يحل عليها الروح القدس. حل الروح القدس على البيت كله. ملأهم بالسلام وملأهم بالفرح، لكن في التلاميذ الألسنة النارية ما راحتش عند حد منهم، كل واحد نزل له لسان. وعلمته ان كل واحد بدأ يتكلم، واي واحد قاعد من 15 دولة كل واحد بلغته يسمع الكلام باللغة بتاعته. وبطرس بيتكلم، هو بطرس كان بيتكلم ب15 لغة في ساعتها، كانوا قاعدين قدامه لما جه يكلمهم بعد كده كان بيتكلم عادي، لكن كل واحد كان بيسمع في كلام بطرس اللغه بتاعته. ده عمل الروح القدس وقوه الروح القدس وقياده الروح القدس للكنيسه. لان اول ما حل على التلاميذ بدا الروح القدس يقود الكنيسه. هيتنوا لحد امتى؟ يقود الكنيسه الى اخر الايام، من حد ما يرجع يجي المسيح تاني زي ما قال لهم الملاك. قال لهم انتوا ببصوا فوق كده ليه ومندهشين قوي؟ ما هو يسوع ده اللي صعد، اللي انتوا شايفينه صاعد هم شافوا الجسد، لكن العين لها قوه عشان تقدر كشف، تقدر تشوف الحكايه دي. ما ادهمش عين عشان تشوفوا الحد هيطلع بقى يروح فين حته ويقعد وازاي، لا هما فجاه لقوهم قال لك اختفى عن عينيهم مش قادرين يشوفوا حاجه. فظهر لهم الملكين وقال لهم اللي انتوا يسوع المسيح اللي انتوا شفتوه ده هيجي تاني زي ما شفتوه زي ما قال لكم قبل كده. فرجعوا فرحين، عرفوا الكلام صادق. اوصاهم ألا يبرحوا من أورشليم بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فتتعمدون بالروح القدس. البروتستانت ما بيؤمنوش بالمعودية بتاعتنا. البروتستانت عندهم المعودية يقول لك المعمودية دي علامة الإيمان، يعني علامة إن واحد ما كانش يؤمن إن المسيح ابن الله لكن آمن فبيعمدوه. فالمعمودية دي علامة، علامة يعني ملاش قيمة، يعني علامة. طب ما نحط على قرطه ختم بقى ونقول ده اتعمد أو ده للمسيح. لكن احنا المعمودية بتاعتنا لا، ده فيها موت وفيه قيامة. ثلاث مرات بينزل يموت مع المسيح ويقوم مع المسيح ويمتلئ من الروح القدس بمسحة الميرون، مسحة الروح القدس. التلاميذ بدأوا في أول أيامهم، في أول التلاميذ أول ما كانوا بيحطوا بالإيد، يحطوا إيديهم بس على المؤمنين عشان يحل الروح القدس. في حالات قليلة حل الروح القدس حد بيجي جنبهم، وده كان عشان تكريم ويظهر قد إيه إن الأمم اللي هو إحنا إزاي بقى لنا الإيمان، عشان يقدر بطرس يقنع التلاميذ ان الامميين زيهم بالظبط مش اقل منهم. اول ما جاله كرنيليوس هنشوف بعد كده
ازاي حل الروح القدس وتكلموا وتنبأ كل سؤال لهم كده، من انا؟ هل اقف اقدر انا اقف انا اعاند الله واقول له لا؟ حل عليهم زي ما حل علينا. وده كانت علامه ان الامم اللي هو احنا نتساوى مع بين واحد، ما بقناش منقسمين، ما فيش يهودي وما فيش اممي، ما فيش مختار وفي غير مختار، بينا كلنا مختارين. فسألوه يا رب هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل؟ حاجة جنن. 40 يوم بيكلمهم وعمال يفهم فيهم وبرضه مش قادرين يفهموا، لازم الروح القدس. فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات الذي جعلها الآب في سلطانه. نهانا. طلعوا الدجالين كل شوية يقول لك المسيح جاي، المسيح جه في يوم كام، المسيح جه، ونقرأ عن الناس انتحرت بالألاف عشان كانوا منتظرين المسيح والمسيح ما جاش وخزاهم. ولما اللي كانوا بيضلوهم شافوا المسيح كده قالوا ان ده المسيح جه سرا وانتوا ما شفتهوش. يا سلام. طب وانت شفته؟ امال ما خدكش ليه وخطفك ليه؟ وبدأ كل واحد يمشي بعقله، واللي يمشي بعقله بيبقى مزرعة للشياطين، الشيطان يضحك عليهم. لما نجي للمنطقة ديت هوريكم ازاي هوريكم ديت ازاي. يعني شوف اقول لكم حاجة، دي ملزمة من الكتاب، دي طلعها واحد من الآباء الأسقف، تقي وإنسان كويس قوي قوي، لكن قدر الشيطان يضلله. لما جينا نقراها وجي يقولها قال فيها حاجات عجيبة قوي. وقعد بقى يرسم كواكب الشمس، وقال أما زمن المجيء الثاني للسيد المسيح لتطويب القديسين في فصل الخريف عام 2001. والعجيبة انه كتب تحتها اما اليوم والساعة لا يعرفها احد من بني البشر كما قال المسيح. طب امال انت ازاي بتقول الكلام ده؟ بقول لك ايه، وهذه مذكورة بالتفصيل في سفر حزقيال 38 و39. بقولك كده عشان فيه قناة كان فيها انسان كويس قوي لما دخل في الحكاية ديت والبروتستانت لوشوه وقعدوا يفسروا النبوات بطريقتهم اتغير خلاص. كل شوية يتكلم عن المجيء الثاني والمجيء الثاني ويتفلسف، فاضطر ينكر كل اللي خده وبدأ يقول اللي هو فاهمه بس، هو الوحيد اللي فاهم اهو ده زيه بالظبط. يقول لك زمن ظهور المسيح الكذاب في ربيع عام 1998. ولما جه يعلم بالحكاية ديت وجينا نكلمه هب فينا، انتوا ما بتفهموش، انتوا مش عارف ايه، وبدأ وما سابش ولاية في امريكا او برا الا ما طلع ندب بالحكاية ديت. وبعدين لجه المسيح ولا ظهر المسيح الكذاب، وفي الآخر بقت حالته ترسى يرسى لها، ما قدرش بعد كده. طب فهو المسيح ما جاش مستنينك يا عم، ولا المسيح الكذاب جه، ولا المسيح المنتظر جه، لا جه لا في خريف ولا جه في صيف ولا جه في حاجة، قول لنا انت بس حاجة مظبوطة.
قال الزهور العذراء في الزيتون 1600 1868 اتولد فيه النبي الكذاب، عشان كده ظهرت العذراء عشان تحذر المؤمنين. تقول لي ازاي بيقول لي الكلام ده وازاي جابه منين؟ وما سابش حد لما قال له الكلام ده وكل واحد يكلمه يهبش فيه. يقول لك لا، هو نتيجته ايه؟ شوف 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 ضربة الشيطان في الحكاية ديت عشان تفهم اللي بقوله لك عليك، عشان تفهم. شوف ضربة الشيطان اللي موجودة فيه ازاي ضربه الشيطان. هناخده بالتفصيل بس مش دلوقتي، لما اجي في الكلام ده. بيقول لك وبعد طلب الفهم من ربنا يسوع المسيح منذ عام 1971 بعد ترك دراسة الدكتوراه في كذا حتى آخر أكتوبر 92 كنت قعودت قراءة السفر، كلام على سفر دانيال، ولم أفهم سوى القليل. وبعد زلزال 12 أكتوبر 1992 عودت السفر، قرأت السفر عشرات المرات، وطلب الفهم من خالق وحاكم الكون ربنا يسوع المسيح، وضع كتاب الزمن وسجل تاريخ ممالك البشرية الطويل، وتشفعت بصاحب السفر الذي أعطاه الرب حكمة عظيمة، وكان أحكم حكام أجل، وفي النهاية عندما أراد الرب فهمت الحل. بعد ما صلى وطلب الفهم وقعد سنين، شوف الـ شوف الـ شوف اللغز جاي منين، وخلصت أو تركت بعد الدكتوراه بتاعته، طلبت الفهم فكان الحل جاي من ربنا. إيه أعطاه الفهم؟ شوف المقدمة، شوف الشيطان ازاي بيضرب الانسان، شوف ازاي بيضحك علينا. تقول لا ما قاليش كده، انا ما قلتش، انا ما تنجمتش. ما هو بيضحك عليك برضه، بيقول لك ما تتوب، ما فيش توبه، واللي يقول لك ما فيش داعي تتوب، وربنا رحيم وباله طويل، وما فيش داعي تصلي، وربنا يعني مش مستنى الصلاه بتاعك، ويكسر فيك الحد. وبلاش تروح الكنيسه، ما خلاص اتفرج عليه في التلفزيون، ومش عارف ان دخول الكنيسه ده انت ما تستحقش التراب اللي في الشارع اللي على الرصيف بره. ده انت داخل بيت الرب ضيف، انت ضيف في بيت الرب. جربوا، اذا كنت انا بقول لكم كلام وانتم مش مصدقينه جربوه. اسمع عظة في الكنيسة وانت قاعد كده، وبعدين اسمعها بعدين في التسجيل، وشوف الفرق بين الاثنين. احضر قداس وصليه، ويكون قداس روحاني، واسمع القداس على شريط، تعرف الفرق. لكن هو بيقدر ايه؟ يضربك. هتروح الكنيسة ليه؟ ما هو القداس قدامك اهو. وهتروح يوم العيد ليه؟ وتخش في الزحمه ليه بتاعت الناس دي والحراسه وغيره؟ ما تخليك في البيت. طيب وراح جاي في البيت هيتفرج على القداس، وبعد شويه يقول لك ايه؟ طب ما خلاص ما نفطر بقى، مش القداس اهوت. طب القداس الساعه 9، لا مش مهم، هو ربنا معاه الساعه. يروح خبط، يروح فاطر، يضيع كل فتره الصوم اللي صامه. وبعد ما تمتلي بطنه كده ويتكرع، وجلو الحموضه بتاعته اللي انتوا عارفينها دهيت، ودور على حاجه يهضم بيها، يحس انه انجرح بس ما يتكلمش، يخسر. ضحك عليك الشيطان، عرف يبعدك. كل حربه ان يبعدك انك تخش الباب ده، داخل عند بيت الله، بتخبط على بيت الله، يعني بتتحرك وتروح إلى الله في بيته،
والله لا يمكن يخزي إنسان دخل بيته وطلب منه شيء، بل بمجرد ما بيخش بيت الله بيهيئ، والروح القدس بيهيئه عشان يقدر يدخل ويقعد في بيت الله ويصلي ويجتمع في بيت الله. احنا هيظهر نسيب الموضوع ونخش في موضوع تاني. لا طيب، ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون واخذته سحابة عن اعينهم. اخذت سحابة عن اعينهم. السحابة ديت رمز وعلامة للحضرة الالهية. لما كانوا الشعب اسرائيل بيعدوا البحر الاحمر او كانوا في الصحراء، كان قدامهم ايه؟ عمود سحاب بالنهار وبالليل. عمود هو نفس العمود ده، يبقى عمود ايه؟ عمود نار. يعني الله موجود، يعني الله سهران، يعني الله صاحي، يعني الله حافظك. فالسحابة دي علامة الحضرة الإلهية، علامة المجد. الله الله الوحيد اللي له مجد، ومجده لا يفنى ولا يقل. فشافوا السحابة دي عشان تخفي، ما تقدرش انت تشوف الوجه او الحضرة الإلهية. موسى تذلل وعمل اللي محدش عمله، قال له أريني وجهك، نفسي أشوفك. وانت لو شفتني مش هيحصل لك اللي حصل لشاول، ده انت هتموت. قعد يصمم، لازم نفسي أشوفك. جابوا حطه في حفرة وقال له هحط ايد عليك وتشوف، يا دوبك هتشوف الظل بتاعي بعد ما امشي كده، يعني تشوف النور بس. الملائكة يقفوا قدامه وبيغطوا لك، يغطوا وجوههم، ما يقدروش ينظروا مجده، ما يتحملوش. اقول لك حاجة زي كده قريبة، يعني زي ما اقول لك قرب من الشمس كده واطلع كده وتنك ابصص لها وشوف، هتشوف الشمس اكتر. او اقول لك اركب في الطياره وخلي الطيار يجي قدام يقرب من الشمس بس كده عشان وبص فيها، ما يقدرش. طب خلي القمر الصناعي بتاعهم يقرب جنب الشمس يتحرق، اذا كانت الشمس ما يقدرش يقرب منها وبتحرقه، فما بالك بخالق السماء والارض. ارتفع وقال لهم الرجلان: أيها الرجال الجليليون. وخد بالك الجليليون دول يعني الغير متعلمين، كانوا في الجليل. ولما جه نقدموس يدافع عن المسيح قال له: أنت جليلي؟ أياك أنت من جليل؟ كانت تعتبر يعني مهانة، يعني وده اللقب اللي باع المسيحيين، النصارى من الناصري المنسوبة للمسيح، وصاحب العظمة الزرقاء والعظمة البيضاء والعظمة مش عارف ايه اللي احنا بنكسف منها، احنا بنفتخر بيها. قال له: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. ولما يجي في مجيئه يقول لك أنا اختطف مع الرب في ال وتدور عليه تلاقيه كله خطية واسم، وتلاقي كل حياته أدانة، وهيختطف مع الرب. تتخطف مع الرب ده أنت هتخطفك الشياطين، تختطف مع الرب فين؟ حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم، على سفر سبت. وتقف، يعني على سفر سبت، يعني على المسافة اللي في العهد القديم كانت محددة إنك أنت تمشيها في يوم السبت. سفر سبت يعني كيلو،
مش مسموح لليهود يمشي يوم السبت أكتر من كيلو. وعشان كده لما جم يدفنوا السادات وجم بتوع اليهود كانت مشكلتهم مشكلة، هيجوا يوم السبت هم بيمشوش، هيعملوا ايه؟ طب يقربوا من مكان دفنه كده ويمشي الحتة بتاعت يعني كده 50 متر، يعني عشان هو ده على السفر سبت، يعني المدة المسموح ليك انك انت تمشي يوم السبت، ولو مشيتك اكتر من كده يرجموك. وطبعا اليهود بيفسروا زي ما عايزين، هنا بيتكلم بلغة اليهود لليهود، يقول لك ده مشوا وراحوا ومشوا 12 ساعة، لا ده 9 ساعات وراحوا ضربين اليمن. طب مشوا ازاي؟ ما هو ممنوع تمشي يوم السبت. لا دي نقرة والتانية ايه؟ نقرة تانية. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقومون فيها، والعلية دي أول كنيسة في تاريخ أو في اعتقادنا الإيماني، أول كنيسة أسسها المسيح. أسسها إمتى؟ لما عمل قداس الإفخارستية وناول التلاميذ جسد ودم وقال لهم خدوا كلوا هذا هو جسدي، خدوا اشربوا هذا هو دمي. بقت العلية دي أول كنيسة. العلية دي ما تعرفش، احنا مش قادرين نعرف هي كانت واسعة قد ايه، كانت أوضة فوق السطوح قد ايه يعني طولها، ولا كان البيت كامل بيت أم القديس مرقص اللي احنا بنفتخر بيه كاروزنا، هي أمه اللي كانت مدية العلية ديت للمسيح، كانت أول كنيسة فيها. فقال لهم روحوا هناك التي كانوا يقومون فيها بطرس ويعقوب، وذكر التلاميذ ومن ضمنهم اللي تقف وتتعجب بقى إخوتي إخوة المسيح اللي الأول اتهموه بالجنون وما رضيش يطلعوا معاه ويقولوا تعالى معانا في العيد اظهر نفسك، لكن يبدو بعد الأيام أو في وقت الصلب وشافوا المعجزات تغير قلبه. معلمنا بولس يقول لك وفي القيامة ظهر له 500 أخ ما زالهم إيه؟ بعضهم مات ومعظمهم موجودين. وظهر ليعقوب أخو الرب، يعني المسيح ظهر ليعقوب بعد ما صعد. هنا بيقول لك هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة. في حد معاه؟ أقول لكم معاكم الإنجيل. عايز أقول لك شوية آيات علشان تقولهم لي أو تقراه أو تقول لي إيه ده أو إحنا عاوزين منهم إيه. في أعمال 1:14، أعمال 1:14، هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته. حد معاه الإنجيل بتاعه؟ طيب 1:14، شوف 2:1، ولما حضر يوم 50 كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريح عاصف وملأ كل البيت حيث كانوا جالسين. طيب وبعدين أعمال الرسل نفسه 2:44، 2:44، وجميع الذين آمنوا كانوا معا وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج.
وكان كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، إذ هم يكسرون الخبز في البيوت، كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب. طيب، وفي 46 ديت 4:24 ولما أطلق أتي إلى رفاقهما وأخبرهم بكل ما قالوا لهما رؤساء الكهنة والشيوخ، فلما سمعوا رفعوا بنفس واحدة صوتا إلى الله وقالوا: أيها السيد، أنت والإله الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، والآن انظر لتهديدهم وامنع عبيدك أن يتكلموا بكلامك. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كان مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وكان يتكلمون بكلام الله مجاهرة. طيب، خد 4:32 وكان لجمهور الذين آمنوا قلب واحد ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول أن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشترك. اللي ما معهوش إنجيل ومش قادر لما يروح في البيت يفتح أعمال الرسل ويشوف الآيات دي. طب في 5:25 حاجة عجيبة أوي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آيات في الخمس إصحاحات الأولانيين بتتكرر. إيه هي الآية ديت؟ إيه؟ كل شيء مشترك تبعه. في آية هنا احنا قرأناها في الخمس إصحاحات مذكورة 16 مرة متكررة. ايه؟ ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وصار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ريع عاصف. ايه هي الآية؟ هو الوقت أزف وجري، هسيبكم تدوروا عليها وبعدين المرة الجاية نتكلم فيها. وكانوا يواظبون بنفس واحدة. افهم، اعرف ليه انت صلاتك ما بتوصلش، اعرف ليه انت ما بتستفدش وانت قاعد، اعرف انت متأخر في حياتك ليه، اعرف بيتك منقسم والخناقات كلها فيه ليه، مع انه خد سر الزواج وروح القدس حل عليهم الاثنين. افهم، لو عرفت الآية وفهمتها اعرف انت حالتك كلها خيبانة ليه لما بتكون بتخيب حاجة. ايه السر اللي حل عليهم الروح القدس على كل واحد منهم وامتلأوا من الروح القدس؟ وفي واحدة منهم ولما صلوا مع الأزر إلى تهديتهم حصلت زلزلة وامتلأوا من الروح القدس، فتكلموا بكلام الله مجاهرة بقوة من غير خوف. ياريتكم تدوروا فيها، لحد الأسبوع الجاي إن شاء الله نتكلم ونكمل الموضوع ده. وأنا آسف إن احنا اتأخرنا أوي كده. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد أبدين آمين. وكان الجميع معا بنفس واحده.